يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، على احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الرقاق الطري الفلاحي اللي على اصوله بطريقه سهله وبسيطه وما يختلفش عليه اتنين، بجد يستاهل بقكم. ولو انت عندك الفرن مش شغال هنعمله كده على سطح البوتاجاز زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه جدا. اوعدك اول ما تشوفي الفيديو هتقومي تنفذيه، حطي لايك، ولو انت اول مره تشوفي قناتي فضل وليس امر اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونبتدي مع بعض الفيديو. انا عندي هنا كده 7 كوبايات من الدقيق معايراهم بالمج ده، عليهم معلقه صغيره من الملح. اقلب كويس جدا الملح مع الدقيق اهو، ومعايا كمان 3 كوبايات من اللبن الرايب، اللبن ده رايب اهو، ومعايا كمان 4 معالق من القشطه، قشطه فلاحي كده جميله. وينفع طبعا القشطه اللي في السوبر ماركت عادي خالص. ومعايا 1/2 كوبايه من السمنه، وهنا ينفع بقى السمنه سمنه او زبده او زيت المتواجد عندك واللي انت بتحبي نكهته، ضيفيه سواء زيت او سمنه او زبده، بس طبعا لو زبده يا مع القشطه عايزه اقول لكم حاجه كده يعني وهم. وانت بتقلبي كده القشطه مع السمنه عايزه اقول لك الريحه خطيره. طبعا انا مسيحه هنا بقى السمنه فعندي كده دافيه فهتدوب على طول القشطه فيها. هسيبهم بقى كده دلوقتي وهنبتدي كده نسمي بسم الله. زي ما قلنا نبتدي كده نسمي بسم الله عشان خاطر الحاجة اللي معانا تفيض وتزيد كده وتتملي بركة اهو. هبتدي كده اعجن باللبن الرايب، ولو ما عندكيش لبن رايب ينفع خالص بلبن عادي، تعجني بلبن بس ما بيتعجنش بمية اهو. هبتدي اقلب كده الدقيق واعجن، طريقته سهلة جدا وبسيطة. طبعا الرقاق الطري مختلف كل الاختلاف عن الرقاق الناشف. هبتدي اعجن كده والم كل الدقيق ده من تحت لفوق كده واعجن كده، لازما العجينة هنشوفها في الاخر بتبقى عجينة عاملة زي الملبن بجد اهو. اعجني بقى ولتي ولتي واعجني وعيشي وحطي لايك واستمتعي معايا كده بالفيديو. هبتدي بقى هنا كده لما وصلت للمرحله دي هضيف بقى عندي السمنه بالقشطه وهلم العجينه بتاعتي، ملمسها بيكون حلو جدا وعجينه زي ما بقول لكم كده ملبن. اهي ببتدي كده اخد القشطه لجوه كده بالسمنه، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تتاكل بجد كده وهي عجين. تبتدي تعجني بقى فيها لمده 10 دقايق كده ولا حاجه، و بايدك كده لازم تعجنيها كويس جدا. بنتوه بقى هنا كده القشطه كده مع بالزبده كده مع العجين، تحفه. بصوا ملمس العجينه، طبعا انا عجنتها شويه حلوين عشان توصل معايا للعجينه دي، بتاخد بتاع 10 دقايق ولا حاجه كده. بصوا ملمس العجينه ملبن بجد، طبعا بتبقى عجينه طريه شويه مش زي الرقاق الناشف. بصوا اهي جبت الصينيه عندي كده وهضيف فيها حبه دقيق، وبعد كده هقطع عندي بقى العجينه لكويرات، عايزاها بقى كبيره صغيره براحتك حسب الصينيه بتاعتك. انا هعمل الحجم اللي هو قد البضايه ده. ما شاء الله بترمي معاكي كميه حلوه جدا، انت لو عملتي ما شاء الله يعني ال7 كوبايات دقيق عملولي بتاع 4 كيلو 3 كيلو من الرقاق اللي انتوا شفتوه في الاول. ممكن تعملي كمية اكتر، 2 كيلو ولا حاجة من الدقيق بتعينيه عندك في الكيس في الفليزر وبتستخدميه تستخدميه في جميع كل حاجة، صواني ماشي معاك، شاورما، في كل حاجة.
ان شاء الله حتى لاولادك كده جبنه وزيتون والكلام ده وخيار. بصي عشوه زي الفل او غدوه زي الفل. طبعا رقاقه ما شاء الله، الرقاقه غنيه جدا، يعني عايزه اقولك مشبعه جدا من غير اي حاجه. اهو عندي كده، كنت خلاص قربت اخلص كل العجينه اللي معايا ما شاء الله، الله اكبر الكميه حلوه جدا. ابتديت كده غطيتها بكيس عشان ما تنشفش معايا، وهسيبها تستريح بقى لمده نص ساعه. كل ما هتسيبيها تستريح كل ما هتديك نتيجه كويسه. هضيف بقى دقيق مش كتير، الرقاق الطري، وممكن كمان تفردي على زيت اهو، ما بتاخدش معاكي في الفرد وقت خالص ما شاء الله. لما بتكون مستريحه بتديكي نتيجه كويسه جدا. وزي ما بقول لكم مش بنضيف دقيق كتير، يعني يا دوب اللي هو يمشي معاكي النشابه. عندي طبعا الرخامه غسلاها غسله كويسه جدا ومفوطاها وزي الفل. بصوا ما شاء الله بتبقى مش رقيقه قوي زي الرقاق الناشف. طبعا انا غسل عندي صينيه كبيره زي ما شفنا في الرقاق الناشف، وببتدي اعمل بتاع ستة او سبعة، وبعد كده اروح مسوياهم مرة واحدة. طبعا انت لو معاكي حد في البيت يا سلام، انت مثلا بتفردي وفي حد بيسوي، شغل العيد بقى ده زي بتاع امهاتنا زمان واللمة الحلوة. اهو بنضيف دقيق بس حبة قليلين جدا، اللي هو يدوب يمشي عندي النشابة، ولا بتتقطع معاكي ولا اي حاجة ما شاء الله، بتمشي زي الفل اهو. نعمل بس كام واحدة كده ونروح على طول نسويهم مع بعض على الصينية زي ما شفنا كده في الرق الناشف. ما شاء الله بيطلع زي العسل وبينجز معانا، وانت واقفة على طول ما بتاخديش وقت اهي. حبة دقيق كده مش كتير، ونبتدي نفرد. اهي ما شاء الله العجينة الله اكبر بتمشي معايا زي الملبن، مش محتاجة مجهود ولا اي حاجة، لان اديت لها الوقت المظبوط بتاع خليتها استريحت شوية. حلوين يعني نص ساعة، طبعا ده وقت كفاية جدا. طبعا هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، بس لازم العجينه تستريح عشان ما تلمش مني. نبتدي نعمل بس كام واحده كده اهو، وبعد كده نسوي مع بعض. حطي لايك لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي، واعملوا شير كده وشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم. ولو انت اول مره تشوفيني شوفي الفيديوهات اللي قبل كده، ان شاء الله تعجبك اهو. حبة دقيق كده مش كتير ما شاء الله، لا بتلزق في الرخامة ولا حاجة، لان هي مشبعة طبعا بالسمنة والقشطة واللبن ما شاء الله. هنا عندي بقى الكمية الله اكبر اللي انا عملتها معاكم، وكنت سخنت طبعا الصينية هنا بنعلي النار، مش بتبقى النار واطية ولا حاجة زي الرق الناشف. على طول بصوا الله اكبر كانك عاملاه في الفرن، بيقبقب وزي العسل، طالع جميل جدا بجد. اهو نعمل واحده تانية، بصوا الله اكبر الجمال، تقبقب كانك حطاها في فرن. لو سخنت منك الصينيه ولا حاجه بتبتدي توطي النار شويه، يعني وسط كده. عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت خالص لا في الفرد ولا في التسويه. نبتدي كده طبعا بتظبطيها على ايدك وترميها مره واحده عشان ما لما بصوا رقيقه جدا ومظبوطه ما شاء الله، وطالعه زي العسل. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان تظبطيها على ايدك كده وترميها مره واحده على الصينيه، عشان لما بتكرمش معاكي بتفضل مكرمشه.
لكن اللي هي بتتفرد كده بقى من اول ما بترميها على الصينية بتطلع معاكي على طول زي العسل زي ما انتوا شايفين، ما بتكرمش ولا حاجة. بصوا ما شاء الله، هنا بقى كنت خلصت كل الكمية. بصوا ال7 كوبايات دي عملوا لي قد ايه، الله اكبر. عايزة اقول لكم تقيلة جدا ما شاء الله، والرواقة خفيفة جدا وطرية جدا. زي ما قلت لكم يمشي عيش شاورما، يمشي معاكي، شغال في كل حاجة، صواني العيد، حاجة كده ما شاء الله. يا رب يا حبايبي الفيديو ينال اعجابكم. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله الكمية، عايزة اقول لكم مش قادرة اشيلها والله، مش جايبها الكاميرا بتاع 3